يقول في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 12: يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يقولها الناس أو يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يا أحبة، ما أقصى تأثير اللسان على الحياة اليومية. ربما اللسان يفعل فينا أشياء ترفعنا وربما يميتنا. هكذا جعل، زي ما قال الكتاب المقدس، جعل اللسان في أو العضو، هذا العضو في أعضائنا، به نبارك الله وبه نلعن الناس. وبهذا الكلام يا أحبة أصبح اللسان هو عضو خطر في جسم الإنسان. أتخيل إنسان ليس عنده لسان، هيكون صامت، أو شخص ولد صامتا أو أبكم لا يستطيع أن يتكلم. ربما الحياة يا أحبة تحتاج إلى ضبط اللسان. فهكذا تقابل مع المسيح اليوم في إنجيل هذا اليوم أشرار اسمهم الفريسيين، الذين يدققون في أمور كثيرة، لكن لسانهم قال عنهم المسيح أنهم أولاد أفاعي. ودعوني اليوم في هذا العظة المباركة أن أتحدث عن لسان الأشرار ولسان الأبرار، وبقول هناك فرق. أولا، صفة للسان الأشرار أنه سم في الواحد. تخيل واحد كده بيعطيك سم ويصل إلى جسدك ويميتك، سم. لسان الأشرار أولا سم قاتل. قال الكتاب المقدس في رسالة رومية إصحاح 3 يقول: الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة. تخيل تتعامل مع شخص اسمه حنجرته قبر مفتوح. ما أصعب هذه الحالة، عندما يفتحون القبر ماذا تشم إلا رائحة نتانة. هكذا أيضا يا عزيزي، ربما نقابل ناس حنجرتهم قبر مفتوح، ويقول وسم الأصلال تحت شفاههم. السم يا أحبة يعني يفعله أو يقوم به الثعبان عندما يرى مهاجمة. فعندما يهاجمك أحد ماذا تخرج؟ أتخرج سم، سميه سم الأصلال. هكذا هو لسان الأشرار. يقول عنه كتاب مقدس أن الموت والحياة في يد اللسان، وأحباء يأكلون ثمره. أن تستطيع أن تميت شخص بهذا اللسان اسمه لسان الأشرار، وليس هناك يعني توضيح أكثر مما تسمعون أو ترون. عندما ترى شخص وقع طب ساكت، ربما سمع كلمة وجاله انهيار في لحظة ومات، اسمه سم، واحد اتسم من كلام الآخر. عشان كده يستغربوا الناس ويقولون كيف يدعو المسيح لقب اسمه أولاد الأفاعي. عرفتم أن بعض الناس عندهم سم، في سم موجود عند بعض الناس، لسانهم يخرج سموم. المسيح إلهنا اتقال له كلام النهاردة في إنجيل هذا الصباح، قالوا له أنت ببعل زابول تخرج الشياطين، أشرار، لسان شرير. المسيح بيقول لهم إزاي مملكة تنقسم على ذاتها؟ إن كنت أنا ببعل زابول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ سم خرج منهم يريدون أن ينالوا من المسيح. وماذا حدث؟ المسيح أجابهم وأعطى الفرق، أن هناك من الكنز الصالح. كتير مننا يقول كده ما تدقش قوي في كلام فلان، أصل هو لسانه وحش بس قلبه حلو. الكلام ده غلط من وجهة نظر المسيح إلهنا. يقول أن كنز في القلب، الكنز الصالح يخرج
الصالحات. اوعى تقول لواحد اصلي معلش ما ندقش على كلامه، اصل هو بيطلع سم، لسانه وحش بس قلبه ابيض. يا عزيزي هذا كلام ربما مخالف. اللسان او لسان الاشرار اولا به سم، ثانيا لسان الاشرار قاتل. السم يعمل في الجسد وربما يقعد الشخص فترة لغاية ما يموت، لكن هناك ما يسمى اللسان أو لسان الأشرار القاتل. يقول عنه الكتاب المقدس يوجد من يهزر، واحد بيهزر، يوجد من يهزر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. يعني إيه الكلام ده؟ في واحد يقعد يهزر مع صاحبه أو يهزر عليه، سماه كتاب يوجد من يهزر مثل طعن السيف. يا أحبة إن كنا نسمع اليوم، كتب سليمان هذا الكلام تقريبا سنة 900 قبل الميلاد، لكن يوم نسمع ما يسمى التنمر، إن الطفل موجود في المدرسة أصحابه بيتريقوا عليه، بيروح الولد عنده اكتئاب وحالة نفسية صعبة وربما يتمنى الموت. يوجد من يهزر مثل طعن السيف، واحد بتطعنه بسيف واسمك أصلي قلت شوية كلام، ألا تعلمون أن كلام الأشرار قاتل، قاتل يقتل. ربما أحب كتير قوي من الناس اللي حصل لهم التنمر وتنمروا عليهم، حصل أنه انتهت حياتهم وأرادوا أن ينتهوا من هذه الحياة بسرعة شديدة جدا جدا. إياك والتنمر، إياك وهذا النوع من الهزار. في ناس يتقابلوا مع بعض، أنا بكلم الشباب، وبعدين ياخدوا واحد منهم كده ويقعدوا بقى ايه يتريقوا عليه لبكرة. الولد مش عارف يجاوب لانه كتير بيتريقوا عليه، كأنه بيقللوا من شأنه. يا عزيزي ليست هذه صحوبية، ده انت عزيزي جبت سيف وطعنت بيه صاحبك، وصاحبك دوا ربما انت السبب في موته. لا تبرأ من هذه الخطية عزيزي. ما أصعب المشاعر التي سجلها إرميا؟ الكلمة صعبة جدا في سفر المراثي، عندما كان الناس يفعلون في أمور صعبة للغاية، يقول عنها في مراثي 3 صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. كل الناس بتضحك علي. إرميا بيقول أنا صرت ضحكة لكل الناس وأغنية، بيقعدوا يسلوا بيا. ما أصعب وأقسى هذه المشاعر يا عزيزي. ربما بعضنا حدث له ما يسمى التنمر أو الناس بتضحك عليه. ما كانت مشاعرك؟ لماذا تريد أن تؤذي الآخرين؟ أليس هذا لسان شرير؟ هذه تجربة يا أحبة صعبة لا يعلمها إلا الذي جاز فيها، ونحتاج في هذه الأيام التي كسر فيها اللسان الشرير أن نتوب عن هذا الشر. هو شر، وهذا الشر ربما يا أحبة يكون سبب في قتل الآخرين. أولا اللسان به سم، اللسان قاتل. ثالثا اللسان اسمه لسان الأشرار، اسمه عالم الإثم بالثاء، عالم الإثم. يعني عالم الإثم؟ لما حضراتكم كنتوا صغيرين شوية كان في مجلات اسمها عالم الموضة، عالم السيارات. أما اللسان سماه كتاب المقدس عالم الإثم، في كل الآثام. عندما تريد أن تتعرف على كل خطايا البشر ارجع إلى كلام هؤلاء البشر. يقول في رسالة يعقوب إصحاح 3 يقول هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير، هو يعني ما يجيش 15 سنتي، هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. لما حضرتك معك عود كبريت أو عفوا عقب سجارة وترمى في مخزن، ربما بيجيب المخزن على الأرض والبيوت على الأرض، وهكذا الحرائق تتم في كل العالم بمستصغر الشرار. فبيقول اللسان دوا سماه كتاب المقدس إنه نار. اسمع، يقول هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان بيكمل اللسان نار عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون، يولع الدنيا ويضرم من جهنم. أريد أن أفسر هذه الآيات.
بيقول اللسان ده عالم الإثم، عالم الخطايا. يا عزيزي تستطيع أن ترتكب أعظم الآثام بواسطة اللسان. يستطيع هذا اللسان أنه يخرب بيوت، يستطيع هذا اللسان أن يقيم شعوب على بعض، يستطيع هذا اللسان أيضا أن يأتي بشخص ميتا كما حدثتكم. اللسان عالم الإثم. صحيح هو جعل في أعضائنا بس محتاج ضبط، عشان كده يوجد ما يسمى الضبط، إنك تضبط لسانك. عشان كده ما بيقول الكتاب المقدس صن لسانك عن الشر، صن اللسان بتاعك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالمكر. إذا أردت أن تعيش حياة هادئة عزيزي تحكم في هذا ما يسمى عالم الإثم. ويقول ويضرم دائرة الكون. حرائق كثيرة قرأت عنها كان سببها ربما في حريقة حصلت زمان جدا في أمريكا، وكان سببها إن الحصان وقع سراج زيت في مخزن وناس كتيرة ماتت وناس اتشردت ومدينة كاملة وصلت إلى حريق كامل. بماذا؟ بمستصغر الشرار. ويضرم دائرة الكون، ويقول الكتاب ويضرم من جهنم. ما معنى كلمة أن اللسان يضرم من جهنم؟ أن عندما أستخدمه في الشر أن كل الأشرار الشياطين الأشرار يستخدمون هذا اللسان. أذكركم بما قاله المسيح إلهنا لبطرس عندما أراد أن يثني بطرس المسيح عن الصليب، فقال له اذهب عني يا شيطان. أن اللسان أضرم من جهنم، أن اللسان أعطي كلام من جهنم. يا عزيزي ما تحتاجه أنت وأنا، نحتاج أن نضبط ألسنتنا. عشان كده اسمه عالم الإثم. بيعمل ايه؟ بيدنس كل الجسد. يعني ايه دنس كل الجسد؟ يعني الشخص ربما يفعل خطايا بلسانه، ربما بيكلم حد مش من حقه، ربما يقول كلام يبقى كلام لحدود بس للأسف يتعدى حدوده. يا عزيزي ليس من حقك استخدام لسانك، ليس من حقك استخدام لسانك فيما هو ليس حقك. مش من حقك، مش من حقك انك تعاكس حد، مش من حقك، مش من حقك تتكلم مع حد وتتعدى حدودك، مش من حقك انك تبقى بتعمل خيانة لشريك الحياة بسبب لسانك مع الاخريات. هكذا اللسان فقط يستطيع ان يفعل ما لا يخطر لنا على بال. اليوم اصبح اللسان يا احبة بوسائل الاتصال اللي موجودة والتواصل الاجتماعي أصبح خراب لبيوت. ياما بيوت خربت بسبب لسان، أو شريك الحياة ترك شريكه وذهب بلسانه إلى الأخريات أو إلى الآخرين. وسائل التواصل سهلت هذا الأمر. كان في القديم أنا عايز أكلم واحد أو واحدة أكلمهم إزاي من بعيد، لكن دلوقتي التليفون والميديا كلها بقت في متناول الجميع. فأصبح اليوم مشقة كبيرة لمن يريد أن يعيش انضباط الحياة أن يضبط لسانه. عشان كده لا تتواصل مع أحد إن لم يكن من دائرتك، من حلالك. وأرجو أن تفهموا هذا الكلام، أن يكون من حلالك ليس لك، زي ما قال معلمنا يوحنا المعمدان. أما قال لهيرودس لا يحل لك، لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة لك، لا يحل لك. كذا أيضا اللسان أما بسميه عالم الإثم، فأنا بقول لا يحل لك، مش من حقك إنك تتجاوز حدودك. هكذا أذكركم أن لسان الأشرار كما وجهوا هذا الكلام للمسيح إلهنا، لسان يا أحبة في سم، لسان قاتل، لسان كمان اسمه عالم الإثم. وهذا هو الجزء الأول في العظة. أذكركم أن هناك ما يسمى لسان الأبرار. تحدثنا عن لسان الأشرار، قلنا أنه به سم، أنه قاتل، أنه يا أحبة ربما يجعل الشخص في عار. لكن خليني أنتقل إلى لسان الأبرار
أولا أريد أن أحفظكم ثلاثة أشياء تخص لسان الأبرار: أنه لسان مشجع، لسان مبارك، ثالثا لسان به نعمة. لسان مشجع، عندما ترى شخص يشجع في هذه الأيام ما أعظم هذا الشخص، لأنه من الداخل، داخله بر، لسان شخص بار. قال الكتاب المقدس في رسالة تسالونيكي، يقول: نطلب إليكم أيها الإخوة، انظروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. شجعوا صغار النفوس. كيف تشجع ابنك في البيت؟ لما ابنك بيعمل لعبة وبيجي يوريها لك وانت فاهم كل حاجة، بتعمل ايه؟ تقول له: ايه القرف ده؟ وتقول له: حبيبي انت ممتاز، انت ما حصلتش، انا النهاردة معجب بيك يا عزيزي. انك لا تتملق ابنك، لكنك تشجعه، لان لسان شخص بار. ما أصعب الأمراض النفسية التي أصابت أولادنا وشبابنا بسبب الأب والأم الذين لم يكونوا مشجعين بل محبطين. نحتاج في هذه الأيام أن نشجع أولادنا، لا نشجع الخطأ، لكننا نشجع الأشياء الصغيرة في حياتهم. هذا هو ما يسمى لسان الأبرار. أتعلم يا عزيزي أن الكبير والعظيم والرئيس يحتاجون إلى تشجيع؟ ربما تجد شخص كبير قوي، منصبه كبير جدا، لكنه كالأطفال الذي يحتاج إلى تشجيع. ألا تعلم الزوجة أنها بتشجيعها لزوجها بتعمل منه بطل؟ قال الكتاب المقدس عن هذا الأمر: انهضوا الأبطال، أي اجعلوا الناس أبطال، انهضوهم، هم نيام لكن اجعلوهم أبطال. يا عزيزتي، عندما تحبطي زوجك أو زوجك يحبطك، ليس هذا خسارة بسبب اللسان؟ أتحتاجون إلى تكلفة عندما تشجعون؟ أتدفعون من جيوبكم عندما تشجعون؟ هذه كلمات بسيطة فقط، ربما بقول تنهض وتجعل من الناس أبطال. يقول الكتاب المقدس السفر شعية: شددوا الأيادي المسترخية، واحد إيده مسترخية مش شغال كويس، والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف الرب أو خائف القلوب تشددوا لا تخافوا. ينفع واحد تشجعه وتقول له: اتشدد انت جدع؟ جاءني بالأمس شخص مقبل على دراسة صعبة، فبيقول لي: أنا تعبان جدا ومش عايز أكمل دراسة. قلت له: حبيبي، ده أنت لما تكمل دراسة وتتعب هتلاقي نفسك مبسوط. على فكرة أنت شاطر، أنت كونك خدت الدراسة الصعبة دي كونك أنك مميز، كمل هذا التميز. خرجوا على وجهه البشر. يا عزيزي، نحتاج إلى كلمات قليلة، ربما عندما نشجع الآخرين نجعل منهم علماء، نجعل منهم أبطال. المسيح إلهنا كان المشجع الأعظم، وكان بشجع مين؟ بشجع أوحش الناس من وجهة نظر الناس، أوحش الناس من وجهة نظر الناس. عندما أتى إلى امرأة خاطئة عايشة سموها كده في الباطل أو في الحرام، وبعدين بيسألها سؤال فأجابت، والإجابة مش دقيقة قوي، لكنه يقول لها: وبالصدق قلت. أنه شجعها، لم يشجع خطأها لكن شجع إجابتها. ربما امتلأت هذه المرأة بالحماس عندما سمعت هذه الكلمات القليلة. التشجيع يا أحبة، أن لسان البار هو لسان مشجع، كمان لسان مبارك. كلمة مبارك يعني بيقول بركة، وكلمة بركة أو باركه أو نباركك في الكنيسة نستخدم هذا الأمر، بنقول كده في صلاة من الصلوات: أمين أمين بموتك يا رب نبشر، وبعدين نقول له: نسبحك نباركك. ما معنى أنك تبارك الله؟ أنت تبارك الله. الإجابة عزيزي أن هذه كلمة يونانية معناها أنك تقول كلمات حسنة، أنك تسبح الله، أنك تقول كلام حلو في ربنا. فكلمة أنك تبارك
أنك تقول كلمات حسنة، كلمات حلوة. مسيح إلهنا يقول في متى 5، إنجيل معلمنا متى يقول كده: باركوا لاعنيكم. واحد بلعنك أنت قول له ربنا يباركك. أرجو أن هذه الكلمة تصير في أفواهكم: باركوا لاعنيكم. من يلعنكم أعطي أنت بركة. احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ما أعظم غاندي عندما كتب أن الجوهرة في إنجيل متى هي الموعظة على الجبل. هذه كلمات من الموعظة على الجبل، أنها جوهرة توضع في جبين كل واحد بنفذ هذا الكلام: باركوا لاعنيكم. الشخص البار هو الذي يبارك. يقول الرسول بولس في رسالة روميا صح 12، يقول: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. تشيل من بقك اللعنة، تشيل من بقك، هتفهمها دلوقتي أكتر. المسيح لا يشتم. المسيح الحقيقي الذي تعلم أصول مسيحيته لا يشتم. وإحنا بنعلم الأولاد في مدارس الأحد إنك ما تشتمش. المسيح لا يشتم، بل على العكس يقول كلمات بركة. يتقال عن المسيح إلهنا وشاهد عيان هو بطرس، يقول كده: الذي لم يفعل خطية، ما عملش خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي الشتم لم يكن يشتم. ما أسهل حاجة إن واحد بيشتم التاني يرد عليه: الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد. أما واحد يبقى كبير وعنده شوية صلاحيات، فبعدين يقول لفلان: انت عارف انت بتكلم مين؟ ده انا ممكن اعمل فيك واسوي. يقول كده: واستألم لم يكن يهدد. عنده كل الصلاحيات والقدرات لكنه لم يهدد. الشتم لم يكن يشتم، مش بيرد شتيمة. هكذا كان لسان المسيح إلهنا، كان لسان حلو. أخيرا، لسان البار هو لسان نعمة، لسان فيه نعمة، مملوء نعمة. قيل عن المسيح أنه مملوء نعمة. يقول عنه في مزمور جميل يسموه كده الشراح، أنه مزمور يخص المسيا. اليهود كانوا يعتبرون أن هذا المزمور يخص المسيا. ما اسم هذا المزمور؟ اسمه مذهبة لداود. بيقول إيه؟ أو مذهبة مكتوبة لبني قورح. يقول كده: أنت أبرع، مزمور 45، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. النعمة انسكبت على شفتيك. في واحد حضرتك أما تيجي تقعد معاه تنبسط قوي من كلام، في واحد مش قادر تقعد معاه. يا عزيزي، قيل عن المسيح وهو في الجسد: لم يتكلم أحد قط بمثل هذا الكلام، محدش كلم زيه، لم يفعل شيء ليس في محله. قيل عن المسيح. فالمسيح إلهنا اسمه انسكبت النعمة من شفتيه. أحبه الخطاة والأشرار والمجرمين، كان صديق للمحتاجين، كان يواسي الضعفاء، كان يجعل منهم أصدقاء. يا عزيزي، تعلم أن لسانك يشفي الآخرين. البابا أثناسيوس راح رقم 20 في بابوات الإسكندرية، راح يتعلم عند شيخ كبير اسمه الأنبا أنطونيوس الكبير، أول الرهبان اللي أسس الرهبنة. فراح كتب عنه كتاب اسمه حياة الأنبا أنطونيوس، وكتب عن الأنبا أنطونيوس البابا أثناسيوس بجلالة قدره، قال عن الأنبا أنطونيوس أنه طبيب مصر يداوي كل الجراح، أن الأنبا أنطونيوس بلسانه طبيب مصر. يا عزيزي، ربما شخص متألم يحتاج إلى كلمات مواساة أو تعزية، يحتاج أن ترفق وتطبطب بشوية كلام. ربما لا تساعده، ربما ما عندكش القدرة تساعده، لكن كلمات نعمة. عشان كده بقول للناس، بعلمهم قبل ما تتكلم صلح كلامك. لما حضرتك بتروح عندك مشوار مهم، بتقف قدام المراية وتزبط لبسك. فالكتاب المقدس بيقول لك على فكرة قبل ما تتكلم صلح كلامك.
وقبل ما تتكلم تصلح كلامك كمان يبقى الكلام فيه نعمة. يقول كده في رسالة كولوسيس 4: ليكن كلامكم كل حين بنعمة. خلي كلامك مرشوش عليه نعمة، مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. صلح كلامك، حط عليه نعمة. يعني إيه الكلام ده؟ بقول كده تدريب للشباب. ساعات واحد يضايقك، وما يضايقك يروح بعت لك رسالة وحشة، فتعمل إيه؟ تروح كاتب الرسالة، قولك لا لسنة، وإنت كاتب الرسالة امسحها، قول أنا عايز أقول كلام حلو، أنا عايز أبعت له كلام حلو، تروح ماسح الرسالة وكاتب كلام حلو. أتذكر إن في ناس ممكن يشتموني على المستوى الشخصي في رسالة، واحد يروح كاتب كلام هو مش عارف الموضوع ولا الموقف ويحتاج إن حد يشرح له، بس كتب رسالة صعبة جدا للغاية. أقول الصدق في المسيح، أقول له كلمة واحدة، أقول له أشكرك، هو بعد ما يكتشف إنه غلطان يقول لي أنا متأسف. تعلم يا عزيزي أن كلماتك تكون بنعمة، أن تكون الكلام نفسه مملوء من الصالحات اللي جوه. ماذا نستفيد عندما نخسر الآخرين؟ سهل جدا على فكرة أن تشتم واحد خسرته، لكن أن تقول كلمات فيها نعمة تصلح هذا الكلام. خدها مني نصيحة، عايز تقول كلام صلحه، عايز تكتب كلام حط فيه عليه شوية كلام حلو، ويقينا أنك أنت الكاسب والذي شتم هو الخسران. حدثتكم عن لسان الأشرار ولسان الأبرار. من من الاثنين تريد أن تعيش؟ ولربنا المجد في كنيسته. آمين.